أخيراً. زين هسه كمحاضرة اليوم عندنا خلصنا creating create windows server 2008 المفروض او انير هاي سويناه المحاضرة السابقة اللي بعده شنو؟ دومين كنترولر اللي بعده شنو اريد يعني اخلق الدومين كنترولر داخل الاوبريتنج سيستم مالتي. زين قبل ما ادخل لهذا الشيء هنا نقول from the last lecture يعني من المحاضره الاخيره السابقه بس نذكر شنو الديفرنس يعني بالامتحان مثلا هنا انا مختصره the difference between domain controller واكتف دايركتوري شنو هو؟ هذا الجواب الجدول اللي امامكم. اوكي بالنسبه للتعريف بالنسبه للديفينيشن الاكتف دايركتوري شنو معناه؟ هو دايركتوري سيرفيس ذات كيب نتورك ريليتد انفورميشن ان استراكشرد اورجنايزد فاشن. اوكي يعني تخيلوا الاكتف دايركتوري هو شلون خدمات تحفظ معلومات بعض المعلومات المتعلقه بالشبكه بطريقه او ستايل منظم ومرتب هيكلي. ستراكشر شنو معناه؟ مترابطه يعني قسم الماليه ويا قسم الجوده، قسم الجوده ويا قسم المناهج وهكذا، مو كل ناس تشتغل وحد. اورجنايزد مرتبه يعني بالضبط بالضبط اعتبروها كنتور. كنتور هذا مالتنا مال الملابس. اوكي؟ اكو كنتور يعني كل سنه تطلع مدير شكل يقول لك ينظم اكثر الملابس او ينظم اكثر الاشياء اللي تريد تخزنها من حقائب الى احزمه الى كذا الى كذا، صح لو غلط؟ فالاكتف دايركتوري يعتبروه مثل كنتور بخانات وكل خانه يخلي بيها انفورميشن. بس هاي تكون اورجنايزد يعني منظمه وستراكتشرد يعني مرتبطه ببعضها. يعني مو افتح باب مال كنتور القى ملابس الطلعه اوكي تمام احزمه جنط شوز بعدين القاها شنو ملابس مال بيت وياها. ايش جابها على هاي؟ كل باب شكل كل باب يرتبها بطريقه شكل. تسمعون بنات؟ بنات تسمعون؟ لان احنا عندنا مشكله بالكنتور يعني. اوكي. اذا كيف اوصل الولد؟ دومين كنترولر اذا ارجع على التعريف مالته هسه انا بعدني بهذا السطر طلاب بعدني بهذا السطر اللي امامكم. هاي ليش تاتش ما يصير عندي؟ يمكن عندي مشكله بالبصمه مالتي. دومين كنترولر اللي هو هذا يقول لك اتس كنترولر ذات اوثنتيكيت اند ريسبونسبل فور ذا سكيورتي ريكويست. يعني هذا يسيطر على الكنتور مالتكم، باب الكنتور مالتكم، يعني المفاتيح مال الكنتور. اوكي او خلينا نقول اوريدي ما يسمح لاحد مو لاي احد يعطي سماحيه انه يدخل للغرفه او يفتح الكنتور. صح وصلت الفكره؟ يلا شباب عندكم مايكات استخدموها ليش حرامات؟ طيب شو الدكتور السؤال؟ لا هو ماكو سؤال بس اريد احد يفتح المايك يعني ما يصير وحدي. واحد ضوجه يسولف وحده. يعني مثلا قلنا وضحت الصوره واضح؟ منو من البنات؟ نعم دكتور واضح؟ منو من البنات هسه قالت واضح؟ علا 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 الله عليك شو اخبار الكنتور يمنا احنا بنات؟ مراد لا اقول شو الكنتور شو اخباره يم البنات؟ مراد لا اكتف دايركتوري ودومين كنترولر؟ اي والله دكتوره يعني كلش بصراحه محتاجيها كلش كلش جامع يخلينا البنات عزيزتي واحد يرتب هاي الشغلات مو صحيح؟ يرتب جوال
بالضبط، جعلتكم شبكة انتو. زين، هسه خلصنا التعريف وعرفنا الفرق. هذا هو عبارة عن خدمات يحفظ المعلومات بطريقة منظمة، هذا يسيطر على الأمنية وال يعني إعطاء ال شلون بالعرب نقول اثنتيكيت، يعني شلون الموثوقية مال الدخول أو الوصول لهاي المعلومات. بالنسبة للفانكشناليتي، هنا الفانكشناليتي معناها المهام، المهام مالته. هذا شو فرق عن هذا؟ هذا يسوي collect the information related with the user، يجمع الـ information اللي related with users بالاس، all users on the network، كنا احنا users، انتم الشعبة كلها واني وياكم users مثلا. ف الاكتف دايركتوري يسوي شير للمعلومات بيناتنا، يخلينا كنا نشارك بالمعلومات. هذا شو يسوي الدومين كنترولر؟ يتشيك علينا واحد واحد، check the security by authenticate the users that are access the data. اوكي؟ يتشيك. انا طبعا يعطيني شويه ليفل اعلى لان انا الاستاذه مالتكم، فاللي حق اشوف الدرجات يعطيني حق مثلا عدل بالحضور والغياب، انتم يعطيكم حق انه تسوون ريفيو على المحاضرات فقط مثلا، تشوفون البي دي افات، ترفعون هوم وورك، ترفعون هاي، يعني هيك دا اصور لكم الموضوع. اوكي؟ فهذا الفرق. هسه نجي على الدومين كنترولر. طبعا هاي الخطوات اللي امامكم هي اللي راح نستخدمها على مود اسوي شنو؟ كرييت دومين كنترولر. طبعا كلكم حتسووها بايديناتكم، ليش؟ لان انتم صار عندكم ويندوز سيرفر. اوكي؟ زين. هنا ايش كاتبين؟ يقول if you are creating new network، اذا نبلش بشبكه جديده، واحد من الكمبيوترات should must، طبعا should وmust، طبعا ماست تكون اشد باللغه الانجليزيه من ماست، من شود، اثنيناتهم يجب. اوكي، بس هاي تستخدم بين ال، خلينا نقول ست الماست الالزام، يعني شيء لازم يصير. الماست هو من ال، يعني مثلا اني من اقول لكم على شيء اقول لكم ماست، بس لين من هاي ليفل هاي. اذا انتم بيناتكم ك، يعني مثلا خلينا نقول زملاء تستخدمون شود، ما يصير تقول له ماست، بس المدير بالعمل او الليفل الاعلى هو يقول ماست الشود بيناتكم. اوكي، المهم هذول مرتين مستخدميها، لازم يكون قادر على مانج الاكسس تو ذا كمبيوتر اند ريسورسز ذات بيلونج تو ذا نتورك. خوش، واحد من الكمبيوترات هو اللي سيرفر، هذا يقصد على السيرفر ده يحكي. That is a central computer named a server. خوش، هذا الكمبيوتر وصفناه هنا. That is a central computer named فراغ. فراغ سيرفر يعني. أو أقول that is فراغ named a server. Central computer. وهكذا. Must be. يمكم المحاضرة مدة 20؟ أي نعم دكتورة، جزاها مصطفى. Must be able to allow or deny access. هذا يسموه authentication. يعني السيرفر لازم شنو هم يكون قادر على انه يسمح او deny. deny يعني يمنع والوصول. This is called فراغ. Of the network and its resources to people. هذا الكمبيوتر central computer اللي هو اسمه server is named a domain controller. هنا طلاب ما عندكم يصير تشويش عندكم أو
سوء فهم يصير هاي العبارة. هنا يقول لك named مو معناه انه السيرفر هو domain controller او الدومين controller هو السيرفر نفسه، بس دا اقول هاي صفة من صفات السيرفر. اوكي طلاب، هاي صفة من صفات السيرفر مالتنا، لازم يكون بي domain controller option. فهمتوا عيني؟ يعني هنا بقى عشان دا يوضح لك بالسطر اللي بعده، يقول لك the first server you installed usually should be made a domain controller. يعني لازم اكو domain controller بي option نختاره. وش عيني؟ مو معناه الدومين كنترولر هو السيرفر نفسه كله على بعضه، لا. اجي هنا أنا. السيرفر مالتي اريد اضيف او افعل اوبشن الدومين كنترولر. اوكي، منو يقرا لي النقطة الأولى؟ To do this، يعني بالامتحان مثلا أنا أقول لكم create domain controller أو الستيبس مال الكنترول domain controller من أريد أنصبه. هسه اولا الخطوه الاولى، يلا من يقراها؟ المايك عندكم والمحاضره عندكم بي دي اف، اقراها اشرح لي اياها رقم واحد بس. استقراها دكتور، بس قولي الاسم لان هاي مشاركه تعتبر. قولي صقر جمال. عيني صقر جمال سيد. اوكي سقر. ست النقطة الأولى قصدك open the command prompt. اي يعني؟ ست open the command prompt, start command prompt or start all programs, accessories and command prompt. ست يعني افتح ال CMD باختصار. بالضبط. أو بدي أقول لك أور تروح على start مال ويندوز مالتك، صار عندك ويندوز سيرفر، تروح على start مالتك البوتوم. على all programs. accessories, command prompt. اوكي. من يطلع لك هذا الكوماند برومت اللي هو هذا المكان الابيض اللي طبعون به، تايب اطبع يعني كلمه تايب سي دي سلاش، زين عند اضغط انتر حنروح على الروت مال الديسك. الروت قصده الباث يعني الاصلي مالتي؟ اي باث اي بس حتشوفه بهاي النافذه. بعدين تطبع شنو؟ دي سي برومو. دي سي برومو. اها حوله الى دومين كنترولر، يعني هاي العباره بروموت 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 ذيس كمبيوتر تو دومين كنترولر ان بريس انتر. بريس انتر. هسه حنشوف هذا الويندو اللي راح يظهر من هاي العمليه. تشوفون سي دي طلع لكم هذا كله سلاش يوزر ادمنستريتر. انتوا هنا طبعتوا بس سي دي سلاش، طبعتوا بس هاي سي دي سلاش، هاي طبعتوا هاي، شطلع لكم مباشره باعوا الجذر الروت يعني بعد شلون تغير صار شنو. بعدين طبعتوا الدي سي برومو. هسه راح يبلش دومين اكتف دايركتوري دومين سيرفيسز شنو بدت انستول. تمام. الخطوة الثانية بالمختبر المفروض هاي الخطوة الثانية. Next in the second page of the wizard هم نفس الشيء. دكتورة ماي أنا قلت أصلا موجود لأن 2019 يعني موجود يمكن بالنظام هو أصلا. ها أنت 2013 منزل؟ لا 19. آه طبعا يلا إتس أوكي. ما لقينا 2008 لو 16 لو نسخة. اي مالك ماكو. احنا العام 16 نزلنا. بس دورت عليها بانكو لقيت اخر شيء 19. اوكي.
فإذا هي هاي الخطوات next. بعدين نبدي هنا ايش نختار هنا ايش يقول لك باع النافذة شنو مالتها التايتل بالأزرق Active Directory Domain Installation يقول لك اختار Deployment Configuration ايش نختار أما Existing Forest لو create a new domain in a new forest. Forest هي هاي اللي قلنا الغابة اللي هو آخر layer. احنا راح نختار ثاني واحدة لأن يعني تنصيب جديد هذا مو؟ هسه خلينا نشوف الخطوة اللي بعدها. لا احنا ما عندنا نيو فورست يعني انت لازم شو تسوي تسوي نيو دومين ان نيو فورست احنا اصلا عندنا اكزيستنج فورست بس نريد لها شنو نريد لها كنترولر فهي اصلا بتسوي دومين انت كنترولر فد اكزيستنج فورست اللي هي مال الاكتيف دايركتوري اه تمام هنختار الاكزيست بعدها هاي نيكست هاي اللايسنس اه لا العفو اسفه لا اسفه خطأت اي بختار create a new domain in a new forest انت صح يسد لان تنصيب جديد احنا لا عدنا دومين ولا عدنا فورست لحد هسه فلازم نخلق انا توقعت active directory يعني موجود شو المفروض موجود الactive directory شلون domain control بدون active directory ما عرف بس هو سوري يعني خطأ هاي نختار الثاني صح بعدين next the next page نختار اسم للدومين مالتنا مثال على الاسم يقول لك يعني من two parts or three parts يعني example.local أو مثلا learning example.com او اي دومين هاي نسمي الدومين مالتنا دومين كنترولر هنا يقول لك اذا اختاريت الاسم من تو بارتس اذا اختاريت الاسم تو بارتس اللي هو مثلا example.local هاي بارت وبارت الثاني وبيناتهم نقطه او example.com network name To use from a browser to access the computer will be اسم الكمبيوتر مالتك بعدين هم example.local أو إذا كان example.com يصير example إذا تشوفون هذا اسم الدومين يصير ويم الكمبيوتر طلاب اسم الدومين دائما يصير بعد اسم الكمبيوتر This means شنو معنى هذا؟ هذا السؤال يجي بالامتحان طلاب مثلا أقول لك what did mean that مثلا أجيب لك إنه اسم الدومين مالتك كذا واسم الكمبيوتر كذا what did that mean؟ يقول this mean that this is the name of other computers will use webly يعني بالويب مالتنا web access it resources This means that later on you can create a website stored in a computer, يعني server مالتنا, and share resources and something like this. كله بالباث الأخير اللي هو هذا الدومين مالتنا. هذا الدومين مالتنا. Okay, طبعا الدومين يبدي يعني دومين نقدر نشتريه. هذا الدومين نقدر نشتريه يعني أسعاره تبدي من 12 دولار أعتقد. من 12 دولار فما فوق زين واللي يحدد اسعار الدومين مالته طبعا السكيورتي مالته العالي ويعني بعد هواي سبيسيفيكيشن بس احنا اقل ها عيني تتحسب الفيتشرز اللي بيه يعني اي
احنا قبل فترة بدنا نشتري دومين، يعني احنا يعني منظمة خيرية وسوينا ايميلات وهاي الشغلات ويب سايت، فاحتاجينا نشتري دومين، فلهذا يعني كنا بدنا نسوي فد موازنة، يعني نشوف يا دومين يعني بيا سعر يفيدنا اكثر. زين، فعادي الدومين نشتري وهاي، بس اسم الدومين دائما يكون اسم الكمبيوتر دوت بعدين اسم الدومين، اوكي، اللي هو مقطعين. زين، اذا تختار النيم مالتك 3 اور مور، اذا 3 او اكثر ايش راح يصير؟ مثلا اسم الدومين مالتك support.example.local، ضفنا يعني اسم له intranet.example.local او whatsapp.example.local الى اخره. Network name of this computer will be، حيصير فراغ، هاي على مود شنو؟ هم اسم الكمبيوتر ونكمل support example. اوكي، دائما اسم الكمبيوتر قبل الدومين وبيناتهم طبعا الفاصل النقاط. هنا يقول لك مثال، حنستخدم هذا اسم للدومين، هذا كم مقطع؟ two parts. من جابت من البنات؟ علا؟ نعم دكتور. اوكي، علا جمال؟ لا، علا عباس. علا عباس، اوكي. ليش ما يشحن؟ زين. ما اعرف ليش يجلس. هسه سمينا هذا المقطعين، تشوفون خليناه بهذا. هنا ال FQDN شنو معناه؟ هاي اختصار للفولي كواليفايد دومين نيم، خوش، مال نيو فورست روت دومين. اوكي، نيو فورست روت دومين، الدومين مال من؟ مال ال الفورست الجديده اللي هو اكتف دايركتوري، يعني اللاير مالتها. اختارينا هذا. نيكست، ورا ما اخذنا الفولي كواليفايد دومين نيم نسوي نيكست. يا ويندوز راح يطلع لنا الويندو هذا الجديد. اوكي، نسوي له فيرفاينج. دائما مرات من يسوي لنا فيرفاينج نختار فد ايميل يوزر نيم جديد، يقول لي مثل هذا مستخدم لو لا، ومن هاي الاشياء فيرفاين. هسه كليك نيكست. هسه باع هنا هاي مهم النافذه، اديشنال دومين كنترول اوبشنز، اكو اوبشنز بعد نقدر ناخذه بال يعني نتكه من نسوي تك ينضاف للدومين كنترول، مثل من DNS server والجلوبال. هاي هنا ايش يقول لك؟ يقول لك الدي ان اس سيرفر اوريدي، خدمات الدي ان اس سيرفر اوريدي هي متنصبه على السيرفر مالتنا، مثل ما هسه صار الدومين كنترولر اوريدي متنصب بالنسخه مال 2019. فهم تطلع لكم هاي المسج. مور اباوت، هاي اكو بعد اذا اوبشنز. هسه المهم نقول نيكست. هسه عندنا اي بي ادريس، اوكي، assigned اي بي ادريس تو ذا سيرفر. هنا يقول لك static اي بي assignment.
هو يقول لك already يعني dynamically هو شو مسوي assigned IP address أو addresses خوش احنا لا هنا هاي اشياء تخص يعني النتوركينج اكثر وهنا يقول لك شنو معنى انه انت اذا ساعدنا خيارين اما didn't sign the IP address to the server فهذا معناه انه you plan to use the protocol اللي هو DHCP server اللي هو automatically already assigned the IP address للكمبيوتر مع النتورك. بهاي الحالة حنقول له yes نختار ال yes اللي هي أول اختيار اللي هي هاي. هاي ال yes. إذا إحنا عريد في النية إنه نستخدم بروتوكول ثاني إذا لا نقول له لا إحنا راح نختار هنا أنا a delegation for this DNS server cannot be created because the authority وإلى آخره delegation يعني شلون المدعوين ال يعني تجي شي ضيوف مدعوين او هيك شيء راح نقول له يس لان هاي احنا يعني الاشياء تخص النتوركينج ما نتدخل بيها اللي ما راح نسوي شبكه حقيقيه و بدنا نشوف هاي البيج تقول لنا لوكيشن فور داتابيز واللوك فايل والسيستم volume خلينا نشوف هنا يقول لنا specify the folders that will contain the active directory domain controller database احنا مو قلنا اكو database واحد من زملائكم قال الدومين كنترولر هم لعد بيه معلومات مال منو مال اليوزرز اسمائهم الاي دي مالتهم عم يعرف شلون يمنعهم وشلون يسمح لهم بالدخول صحيح فهنا الـ Database Folder والـ Log File Folder وين يتخلن؟ بالسي بالويندوز بنفس الفولدر تشوفون اللي اسمه NTDS لكن الـ System Volume بعدنا Separate قال الأفضل إنه نفصلهم وين؟ هذا بفولدر اسمه System Volume هاي ثلاثة اسماء هاي تشوفوا هاي كلهم بالسي لكن هذا فولدر مال داتابيس ومان يعني ال NTDS لما نسألكم هاي ال NTDS هاي المن للداتابيس واللوج فايل زين عفوا سيد بالسؤال هاي ال NTDS شو يتخزن بيها؟ ملفات الاثير يا هي ملفات ال NTDS يعني شو يتخزن بها داتابيس شنو هذا فولدر ال NTDS فولدر يتخلى به داتابيس واللوجز فايل يعني المعلومات مال اليوزرز اللي مسموح لهم يدخلون او انه يمنعهم مثلا اللي مسموح لهم يدخلون كل اسماء الموظفين والاي دي مالتهم والفايلز اللي الدومين كنترولر انه يمرر الريكوست اليه يعني انتو طلاب طلبون من الدومين كنترولر هو شو يسوي الاثنتيكيشن للريكوست مالتك فانت تطلب مثلا فايل الدرجات فيباوع على الاي دي مالتك اللي موجود بالداتابيس باللوج فايلز يباوع اللوج فايلز هذا فايل الدرجات ما مسموح بس الاسراء يعني انت ما مسموح لك حسب الاي دي مالتك هاي فيرفض الريكوست مالتك وهكذا
ما يمرر اصلا الكويست مالتك. هو صح يسوي لنا شير الاكتف دايركتوري بمجموعه من الفايلات كلنا نريد نوصل لها، بس مو اي فايل تطلبه انت او اني مسموح لنا. لا طبعا العبسه هو ماكو شيء اسمه جروب بوليسي يعني موجود بصلاحيات، فهي ما تتخزن يعني اللي شيء لك صلاحيات لو شلون يعني الجروب بوليسي اي لعبة تتخزن بصلاحيات والاشياء يعني لا تتخزن بيه لو ذاك واحد وهذا واحد لو يعني لا ذاك واحد ذاك لا واحد اوبشن ذاك الاوبشن واحد حسب الجروب. احنا دا نحكي هسه نتورك، احنا دا نحكي نتورك وسيرفر وكلاينت. ممكن هذا بالجروب وسب جروب يعني يعني مثلا ابسط مثال واتساب فايبر وغيره هذول هم دا يستخدمون هسه بالاونه الاخيره دا يستخدمون اند تو اند انكربشن. لاحظين المسج اللي دائما بالواتساب موجوده انه الشات مالتك سكيورد باي اند تو اند انكربشن، يعني يعني خاضع للتشفير وهاي الاشياء. فالواتساب والفايبر من نسوي عليها جروبات بيها بوليسي صح لو غلط، بس ماكو شبكه. احنا دا نسوي شير للفايلات بيناتنا بس احنا مو نتورك وسيرفر وكلاينت. فالجروب بوليسي مو بحجم ولا بالليفل مال انه النتورك انه ممكن يعني تفيدنا ونستخدمها. وصلت الفكرة، شكرا زيد. هلا عيني. وهاي المعلومات خاصة بالدومين كنترولر على مود تخلي الدومين كنترولر يقدر يؤدي واجبه. خوش هنا راح يقول لنا اريد باسورد. بعدين يسوي لك confirm الباسورد next. وراها هنا أنا بعد يطلع لك يقول لك المعلومات الأخيرة اللي أنت سويتها هسه الخطوات وياي. يقول لي سويتوا domain controller in a new forest. domain controller مالتكم اسمه function x dot local، وهذا هو نفسه النيم مال الفورست مالتكم. النت بايوز نيم اسمه هذا. باعوا بنات باعوا طلاب النت بايوز مالتنا نفس الاسم ياخذ اول مقطع من الاسم. الفورست فانكشنال ليفل ويندوز سيرفر 2003 الدومين ويندوز سيرفر الليفل مالته يعني سيطلع لكم 2019. ماكو بعد اوبشن اخرى فصح يعني الاسماء صحيح الهاي اقول له نيكست. اوكي كل المعلومات صحيحه. اخر شيء راح يطلع لنا بعد السمري حيبدي هنا يبدي بالتنصيب يفنش. سوينا فنش خلصنا. بعد الفنش ايش حنسوي؟ ريستارت ريبوت او ريستارت. أسوي لوجين من جديد ورا ما الكمبيوتر يكمل ريستارتنج فتدخل تلقى الاوبشن مال الدومين كنترول. وهم ان شاء الله على المحاضرات الجايه نبلش ندخل على النوافذ مالتهم وكذلك نضيف بعد اوبشنز اخرى. نسوي شير فايل بيناتنا وفعلا نشير فايل يعني انت قاعد يعني سوي فد نتوركينج بيناتكم وتشيرون فايل من لابتوب اللابتوب اخرى وهكذا. اوكي
هسه الهوم وورك الاول اللي هو قلت لكم من حنزله على الكانفاس تدزوا لي السكرين شوت. الهوم وورك الثاني تشوفون هاي النافذه طلاب قدامكم، المفروض كلكم تسوون هاي الخطوات، اغلبكم اللي يعني حتى البين نزل 2019 2019 موجود. بالنسبه لجماعه 2019 الدومين كنترولر مالتكم شنو اسمه؟ او تغيرون اسمه تقدرون مو؟ فاني اريد اسم الدومين كنترولر هذا مو فانكشن اكس دوت لوكال باسم الطالب، يعني مثلا عمار ياسر دوت لوكال او عمار دوت فتشي يعني، ومصطفى كذلك، علا كذلك. فاريد سكرين شوت الهاي النافذه الاخيره اللي تقول لي الدومين مالتي نيم اسمه كذا والمعلومات الاخرى. صار واضح طلاب؟ يظهر الاسم مالتكم هنا، لا حيظهر ورا ما تسوين هاي كل الخطوات تختارين الاسم هنا شلون ما اختاريناه بالنافذه، فبالنهايه يطلع لك هاي النافذه يقول لك انت سويتي دومين كنترولر اسمه علا دوت لوكال وهكذا، فمعناها انه انت نفذتي كل الخطوات كلها صح. اوكي؟ اوكي. هاي اثناء التنصيب مالتنا مال البرنامج مو صحيح؟ اي هسه تكمله حتسوون، حتبدون بالدومين كنترولر حتسوون تكمله، لان يعني السيرفر تنصب عندك هسه تبلشين بهذا الاوبشن. تمام دكتور. منو عنده سؤال؟